الآن حتى أصبح صباحا، وهذا هو نفس الروتيني، كمية من المويه الواردة من الأرض السورية، والآن فاتحين حوالي 6 أبواب لتمرير كل الزيادة الواردة من الأراضي السورية. الحكام يعمل حسابهم، إذا استمر هذا الوضع فسوف يكون هناك فيضان شبه يعني قدام. أقرب قواعدكم، أقرب القواعد أنا قدام. يعني الإعلام الفترة الفائتة كان يقول إنه موية ما في، فهذا بيعمل عمل. موية بالمناسبة أنا استخدم هذا الملية الثانية انتهت تماما منذ قريب الأربعة ولا خمسة يوم. ستة أبواب مفتوحة يا أخوانا، ستة أبواب مفتوحة، وربما الأيام القادمة يكون السبع أبواب فاتحة 24 ساعة، في كمية من المويه الواردة للأراضي السورية.